اكتر حاجة بحبها فيكي هو ده، هو ده، قلبك، واكتر حاجة شدتني ليكي هي دي، هي دي طيبة قلبك. فما تحرش، فما بنات صغار قاعدين يغتصبوا فيهم، فما برشا بيدوفيلات وقاعدين يزيدوا، لذا البنات لازم يحلوا فيهم يتكلموا. لي اسوسياسيون ما نعرفش انا، اي حركه تهتم بالمراه وبالموضوع هذا لازم تتحرك، توعي، تتكلم مع الناس. يا بارسا لازم العائلات ترد بالها. التحرش الجنسي كثر برشا في البلاد، كل مره نسمعوا هو ذيك تختصب بذيك، مره طفله صغيره عمرها 3 سنين اختصبوها. نعرفش معناتها، نحبوا في بلادنا تونس ما عادش فما الحكايات هذه. احنا مانيش كونتر كون ان هوم اي اون فام سابريسي، مي لكل مقال مقام. معناتها كي انت في ديسكو ولا في بواتا ولا في سالون دو تي، حاجه كيما هكا نجم تمشي لها فيك بوكو دو ريسبي، تقول لها عجبتني كل شيء، نجمو نتعرفوا ولا. الوغ كو احنا اون مونتاليتي على الحيط، معناتها يل ريسبكتو ريان اي سورتو يل ريسبكتو با لا فام. يشوفوها حكايه نعرفش انا بدنك ها، نعرفش اللي يمسك هكا، اللي يجي زعما زعما دازك ويمسك منا بون، حكايه ما تجيش، لازم يوقفوها في بقعد ما يعاقبوا الوحدين اللي زطلوا، يجيو يعاقبوا اللي يتحرشوا بالبنات الصغار سورتو. سي با لوجيك والله، طفله تو في تونس ماش مامنه على روحها، معناتها فهمتني، تنجم توقع كل شيء، تبدا ماشي في الكياس سورتو، ما نعرفش اللي تفوت الوقت، ما نعرفش تستنى بوها يجي روتار في اي ظرف، ينجم يكون اي ظرف معناتها يؤدي ل معناتها يؤدي لها المصيبه اللي هي حكايه الاغتصاب. الطفله لازم هي تفرض الاحترام على العباد، سا ديبون انت وتصرفاتها انت وشخصيتها شنو، سا ديبون انت، ما نقولوش لبستها، خاطر اللبسه اي طفله تلبس ميني، تلبس عريان، تلبس محترم، تلبس ما نعرفش شنو يسميوه هما. ما تحرش جنسي في تونس بفاسون غريبه زياده، تبدا ببراكاج معناها من الاول الحكايه، فكين تليفونات، فكين بلالت، حتى في المترو معناها يوميا الحكايه تصير. قله امن في تونس، ما كانش الشيء هذا يصير قبل، بالرغم معناها عندنا حاجات ناقصين، مي كانت فما استقرار، معناها الطفله تنجم تمشي في الشارع في اي وقت في اي بلاصه سيكوريزي. الوغ لارسيلمون سيكسويل ان تونيزي depuis la révolution il y en a de plus en plus et il y a moins de moins de sécurité de moins en moins pardon de sécurité. Alors vous les gens qui font ça, qui font le haram comme ça, inchallah ya rabbi vous le payez, et si vous le payez pas sur terre vous le payerez en enfer. مش الناس الكل مثلا شويه هكا تظهر مقربعه، مقربعه بسونس هكا ماهيش كيما العباد الكل، عندها كفازات مش كيما الناس الكل، تظهر هذيك كاينها هي شنو، منحله محلوله ماهيش نورمال، والديها مخلين لها كل شيء نعرش عادي، دونك يتغزر لها كوم سي هي ماهيش عامله ليميت في حد شيء من بلوزيور كوتي. نحب نقول كلمه حاجه بركه، تحترم روحها يحترمها العباد، وهذيك هي معناتها لازم طفلة تحترم روحها زاد. هي عيب على الاخر، عاد ما عادش ينجم يدور على راحته، ما عادش تنجم تركب في مترو الا ما تلقى كرسي سينو تهبط، خاطر تعرف باش تصير لك برشا حاجات خايبه. برشا حاجات، برشا حاجات درا كيفاش. برشا بلاد يعرضك في الشارع ما يخلي ما يقول لك، معناها يسمعك وسخ وذنيك وهو جايبها، معناها انت معجب بيك وفازيت. الله غالب ما حتى تبزنيس ما يعرفوش يبزنس. توا ولا موجود بكثره، وليت حاجه تقلق للطفله برشا زاده. واللي الطفلة تمشي في الشارع ما نعرفش انا عبارة اول مرة طفلة يشوفه معناها في تونس، بالحق وليت حاجة تقلقنا على الاخر، ما عادش واحد يعيش مرتاح، معناها ولينا خايفين من كل شيء. باش حكيت ولا تصير في الموتوراج نتاعنا باغ اكزومبل، انا ما نعرفش تبدا طفلة ماشية واحد يبنس عليها، واحد يمسها من بلاصة ما نعرفش انا كيفاش، واحد باش حكايات الكل. اجوبو تو سورتو بعد الثورة ولات كاتاستروف معناها. كان تعيب الطفله تدخل في دبك وما ميريت والبريكيه وتدخل له ديريكت، كانت عندنا عيب في تونس. جوفالي الحكايه هذيا معناتها كثروا معناتها سورتو بعد الثوره، ما علاش تلقى انت في الاوروب ناس تلقاهم لابسين معناها نعرفش لا يخرجوا حتى بدي شورت بدي جوب ما يتقلقوش، الوغ كو هنا تلقاها لابسه فوالي والكل
تلقاه يتمنيك عليها سواء في المترو سواء في الكار سواء في الشارع. دونك المشكل ماهيش حكايه عبد ولا حكايه لبسه، المشكل تقعد ديما لهنا، مشكله اسبري، مشكله مونتاليتي فريمون. يزلنا ريفولوشن مونتال ثوره فكريه من الاخر. معني نحب نقول حاجه صحيحه، فما برشا بنات قاعدين يتحرشوا بهم اولاد وكل وما عندهم حتى حق في الموضوع، وبالعكس يعني حرام حتى قدام ربي وعيب. اما نحب نحكي على حاجه، انا بصراحه زاد فما برشا فتيات يتحرشوا بيا وتيع منها الحكايه، وعندي برشا اصحابي يعني ما حبوش يحكيوا. انا ما كنتش نضحك توجيت باش نبكي منها الحكايه. مي بون نحب نقول راهو فما برشا بنات يتحرشوا بولاد على خاطر ما عندهم حد يحميهم، ويحبوا يمارسوا معنا برشا حاجات نحن نخافوا منها، وربي يبقي الستر. وبصراحه لازم تعاونونا بالله. لا متحرشين سافا.